ستلعب الكره رقم 29 في جنوب افريقيا في متابعه وبمباركه من النجم كالوتشيا بواليا كالوتشيا رئيس الاتحاد الزامبي لكره القدم. من يكسب السنغال، من يخرج غانا، من يكسب الكوت ديفوار يستاهل اللقب. فلنبارك جميعنا لزامبيا هذا اللقب وهذا المدرب العالمي، هذا هيرفي رينار. سيتكلم عنه الملاحظون كثيرا في قادم الاعوام. هيرفي رينار والفرحه الزامبيه فرحه للتاريخ، وتاريخ للكتابه وكتابه للخلود، واسطوره تبقى من كان الى كان بحديث وعنوان اسمه كان يا مكان، كان يا مكان، كان في الكان 2012. زامبيا إيز الكامبيون، زامبيا إيز الكامبيون، زامبيا إي لو شامبيون. إذا ارفعها غالية، ارفعها عالية، حضر نفسك للصورة، حضر نفسك للألبوم، ألبوم الصور يا كاتونغو. كريستوفر اللي يقول أنا نتأسف اللي الناس ما تعرفنيش، اليوم باش تعرفك يا كريستوفر. ارفعها يا كولومبو زامبيا، ارفعها يا كولومبو زامبيا. كريستوفر كاتونغو من الرئيس علي بانكو. الذهبية تقبل والذهبية ترفع والكاس عالية في ليبروفيل. مبروك لتشيبولوبولو، مبروك يا زامبيا، مبروك لزامبيا. وعلى فكرة نجاح تنظيمي ممتاز، شكرا للجابون، شكرا لغينا الاستوائية. وطريقة تقديم الكاس كانت اوريجينال، كانت اوريجينال طريقة تقديم الكاس على الطريقة الافريقية بالارث الافريقي، وهنا بالقبلة البشرية على كأس غالية يا زامبيا. مبروك لتشيبولوبولو، نيران الشماريخ وشماريخ النيران، عنوانان لعنوان واحد لعنوان اوحد. زامبيا بالمجد، زامبيا في المجد، زامبيا الى المجد، زامبيا هي المجد. هكذا كتبت وهكذا التقينا عبر الجزيرة الرياضية من يوم 21 من يناير جام في 2012، واليوم 12 فبراير 2012. على مدى 3 أسابيع وعلى مدى 32 مباراة تعاطفنا وتفاعلنا. في حالة التسجيل سيتم إعلان زامبيا طبعا بطلا أفريقيا جديدا. مشاعر لا توصف بين صفوف لاعبي المنتخب الزامبي في هذه اللحظات وبهذا القرب من الكأس الغالية، الكأس الحلم، مسؤولية كبيرة. انتهى الأمر، نعم بالفعل زامبيا بطل لأفريقيا في نسخة الكأس 28. إذن هي الأمال والطموحات الزامبية والفرحة الكبيرة لبرنار ولاعبي المنتخب الزامبي أخيرا بعد معاناة، بعد مباراة طويلة، بعد الشد.